السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب سكندري 2، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله معدنا مع آخر حلقة في منهج الألجبرا. الحلقة النهاردة لطلبة العلمي وطلبة الأدبي وطلبة الأزهر، ركزوا عشان الحلقة النهاردة مهمة جدا جدا إن شاء الله، ركزوا معايا. هندرس النهاردة اللي هي الـ Properties of the Logarithmic Function. إحنا خدنا الحلقة اللي فاتت إزاي نشتغل على الـ Logarithmic Function ونعمل لها طبعا Changed أو Transfer into exponential function and vice versa. خدنا ازاي برضو نحط ال exponential function على شكل logarithmic form، ولكن الاهم بالنسبة لنا ان انا احول ال logarithmic form لل exponential form. طيب النهاردة بقى هنحكي عن ايه؟ ال properties. سمعتوا مني الكلمة دي الحلقة اللي فاتت، وطبعا الحلقة دي مهمة جدا لان هنلم الدرسين مع بعض اللي قلناه المرة اللي فاتت مع الـ properties of logarithms. احنا عندنا طبعا properties كتيرة جدا، احنا تقريبا يعني هندرس تقريبا كده حوالي يعني 7 او 7 properties، فركزوا كويس قوي في اللي احنا هنقوله دلوقتي. طيب في البداية، اولا احنا عندنا اتفقنا لما يبقى عندي الدومين بتاعنا الايه ده لازم تكون belongs to R possible، قلنا except one الايه ده خلاص كده. اول property معايا log a base a ديك 1، يعني لو اللوج زي البيس يديك 1، يعني 2 و 2 3 و 3 4 و 4 8 و 8 10 و 10 نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 ما تنفعش يا مسطول، لان لازم يكون ده اكبر من الزيرو. يبقى لوج اي بيس اي بيديك 1 على طول. هتقول لي جت منين؟ لان الاي طبعا هتبقى ايكوال اي باور 1، ما عندناش اي مشكله خالص. فلما اقول لك لوج 3 بيس 3 على طول تبقى 1، ولما اقول لك لوج روت 5 بيس روت 5 تطلع برضو معاك ب1. البروبرتي الثانيه لوج 1 ب0، معاك الاله اكتب لوج 1 وحط هنا اي رقم مكان البيز، اكتب 2 7 8 11 1 اوفر 5 روت 7 اي رقم هنا اكسبت طبعا ال1 وال0 زي ما اتفقنا يديك 0. يبقى لوج 1 ب0 دايما. انا بقول لك لوج 1 بيس 3 يطلع والله ب0، ليه؟ لان ال1 دي ايكوال 3 باور 0. كمان لو قلت لك لوج 1 روت 5، ما هو ال1 ده ايكوال روت 5 باور 0، ما هو اي نمبر باور 0 ب1. يبقى اول بروبرتي ان لوج سيم سيم يديك 1 ولوج 1 ب0 على طول وانت مغمض. نمبر 3 بنتكلم على حاجه مهمه جدا بقى. لو انا عندي لوج اكس واي، اللوج بيحول البرودكت لبلس اكس تايمز واي، ما ده برودكت. يبقى دي كأن نعمل سبليتنج كده، تبقى لوج اكس بلس لوج واي. البيس هنا ايه؟ حط ايه هنا وايه هنا. طب لو هنا 10 حط 10 و10، هنا 5 حط 5 و5 وهكذا. يعني مثلا لما اقول لك لوج 2 باي 5 بيس 3، دي كانها 2 لوج، لوج 2 بلس لوج 5 والبيس 3 في الاثنين بس، والعكس اند فايس فيرسا. لوج 2 بلس لوج 5 اهم حاجه يبقوا الاثنين سيم بيس، يعني لو دي بيس 3 ودي بيس 2 ما ينفعش تعمل الكلام اللي هقوله ده. لكن لو الاثنين سيم بيس تكتب لوج واحده اللي هي 3 واضرب 2 باي 5 اهي. يعني واحده كمان اهي، بص كده لوج 2 بيس 5 بلس لوج 11 بيس 5، ده سمشن لوج اهو سيم بيس، يبقى اكتب لوج واحده بس و2 تايمز 11 يبقى 22، خلصت خلاص. يبقى لوج بيس 5 2 باي 11 22 على طول. نفس القصه لو 3 بقى، هتبقى لوج 3 بلس لوج 5 بلس لوج 7 والبيس 3 في الثلاثه اهو، والعكس الثلاثه دول بس بشرط ما يكونش فيه كوفيشنت هنا. الثلاثه دول ممكن نرجعهم لاصلهم، اكتب لوج واحده 3 باي 5 باي 7، خلصت المساله. زي ما اللوج بيحول التايمز لبلس بيحول الديفايد لماينس. يعني لما اقول لك لوج اكس اوفر واي تقول لي لوج اكس ماينس لوج واي وتحط البيس معاك زي ما هو. يعني لما اقول لك لوج 2 اوفر 3 بيس 5، دي كانها لوج 2 ماينس لوج 3 والبيس 5، والعكس ارجع دي لاصلها لوج جايه واحده وتكتب 2 اوفر 3 عشان دي ماين. طب لو دي بلس كنت عملت تايمز. فلوج 11 ماينس لوج 7 البيس 5، حط لوج واحده اللي هو لوج بيس 5 واعمل 11 اوفر 7 على طول، يبقى انت كده حولتها بمنتهى البساطه. يبقى لوج 1 ب0، لوج سيم سيم يعني لوج 2 بيس 2 تبقى ب1، التايمز يتحول لبلس والبلس يتحول لتايمز، الديفايد يتحول لماينس والماينس يتحول لديفايد. طيب لو عندك بقى هنا باور، يعني لوج اكس باور ان، خلي بالك الباور ده انا بلعب بيه داون وريز، كلمتين دول ممكن تعمل داون للباور يبقى ان لوج اكس، حط البيز ما هو بس الان هي، والعكس
ممكن اعمل ريز للان يبقى لوج اكس باور ان. يعني انت مثلا لو عندك المنظر ده اهو، دي لوج 125 بيس 2، ممكن اخليها لوج اصلا، طبعا هنا في ايكوالز عفوا معلش، لوج ال 125 دي اللي كنت بقول لكم عليها الحلقه اللي فاتت اعملها على الكالكوليتر، هنا بقى تفهمها دلوقتي عشان احنا خدنا البروبرتي. ال 125 دي اللي هي 5 باور 3، ده باور من حقك تعمل له داون هنا، يبقى 3 لوج 5 بس، وتحط البيز زي ما هو 2. ادي القصه بتاعتك اهي. طيب لو قلت لك 7 لوج 2 بيس 5، من حقك ترفع لل 7 دي هنا، هتبقى دي لوج 2 باور 7 وتحط البيز زي ما هو. ادي القصه بتاعتنا. طيب طبعا 2 باور 7 ب 128، يبقى انت ظبطت الدنيا كده وعملت سمبليفاي بسهوله. نخش على البروبرتي اللي بعد كده، يبقى الباور ممكن نعمل داون وريز. طب اللوج ده لو هي لوج اكس بيز واي، ممكن اقسمها 2 لوج، اعملها لوج اكس على لوج واي، لوج الاولى على لوج البيز، لوج اكس اوفر لوج واي. طب والبيز؟ ما هو خلاص لما تبقى لوج اكس على لوج واي، حط اي بيز يعجبك حسب المساله. هي 2 اكتب 2، 7 اكتب 7، a اكتب a، ان شاء الله l اكتب l مكانها. والعكس لو هي لوج اكس على لوج واي، اكتب لوج واحده، الاكس هنا والواي تنزل في البيز. يعني مثلا لما اقول لك لوج 7 بيز 2، تقول لي دي لوج 7 على لوج 2 بس، انا ما حبيتش احط البيز هنا، ما هو 10، ما هو البيز مش موجود. واحد، طب انت لو كتبت 3 هنا ما تفرقش، الاثنين صح. العكس برضو ممكن ارجع دي الاصلها لوج واحده، 7 هنا وال2 في البيز. لوج 2 بيز 3، تبقى دي لوج 2 اوفر لوج 3 وتحط اي بيز. بص انا اخترت 7، انت حر، واحد يختار 9، واحد يختار ايه، عشان ما يقوليش ايه اصل انا مستر عمار اقرا في المعاصر في السكول بوك، انا مش فاهم هو بيجيب ده منين، هو مش موجود في المساله. ايوه، ما انت حط اي بيز يعجبك. لو حبيت ترجعها لاصلها تشيل البيز ده، اكتب اللوج هنا، ال2 هنا وال3 هنا، يبقى انت كده خلصت البروبرتي. دول في كمان واحده اللي هي نمبر 8 كمان، دي نمبر 8 كمان خلي بالك. اما اقول لك لوج اكس بيز واي، في مالتيبليكيتيف انفرس، ممكن اكتبها 1 اوفر لوج وابدل دول، اعمل ريبليسنج لدول، هات الاكس مكان الواي والواي مكان الاكس، يبقى 1 اوفر لوج واي بيز اكس. يعني لوج 7 بيز 2 ممكن اكتبها 1 اوفر لوج 7 هنا وال2 هنا بس كده خلاص. كمان مره لو قلت لك لوج 7 بيز 2 في لوج 7 او لوج 2 بيز 7، حد خد باله؟ هم عكس بعض. فلما تجي لك دي في اي مساله اقسمها 2 لوج، اعمل لوج 7 على لوج 2 هنا اهو، لوج 7 اهو اوفر لوج 2، مش لازم تحط بيز ولا حاجه، باي دي تبقى لوج 2 2 لوج على لوج 7، تقوم تروح دي مع دي ودي مع دي يبقى 1. في واحد دماغه جميله يقول لي يا مستر ده مالتيبليكيتيف انفرسل ده، ايوه صح، يبقى التايمز بتاعهم ب 1 من غير ما تعمل كل الدوشه دي. طيب بص يا سيدي، انت عندك دلوقتي قلنا اللوجاريتميك فانكشن عشان ما تنسوش هي لوج اكس بيس اي، بشرط ان الاي دي بيلونجز تو ار بوزيتيف اكسبت مين؟ اكسبت ال 1. طيب بص معايا كده، ده الكلام ده احنا قلناه قبل كده الحلقه اللي فاتت، فمش هنعيده تاني بقى لانه كلام طبعا بالنسبه لنا يعتبر مكرر. نلم الموضوع كله بقى ونعمل سامري كده بالراحه كده الكلام اللي قلناه. قلنا لوج اي بيس اي سيم سيم يديك 1، ولوج 1 طبعا بزيرو. طبعا بقى كلنا عارفين بقى الادبيات بقى بتاعت الدومين. لوج اكس واي بيز اي، البرودكت يتحول لبلس، يبقى دي كانها لوج اكس بلس لوج واي وحط البيز معاك. طب لو اكس اوفر واي مع اللوج، يبقى لوج اكس ماينس لوج واي والبيز معاك اللي هو اي واي. طب الباور او لوج بي مثلا بيز اي، ممكن تعملها 2 لوج، يبقى لوج بي اوفر لوج اي وتحط البيز اللي يعجبك او تسيبها زي ما هي براحتك. طيب لو قلت لك لوج بي بيس اي وعايز تعمل مالتيبليكيتيف انفرس، يبقى 1 اوفر لوج واعمل اكستشينجنج لدول، هات الاي هنا والبي هنا. اخر حاجه الباور، لوج بي مثلا او لوج اي باور ان بيس بي، انزل بالان هنا يبقى ان لوج اي على طول والبيس زي ما هو بي. دي كل البروبرتيز، يا ريت سكرين شوت، انا لميت لك كل البروبرتيز اهم في او في ورقه واحده، حطها جنب قلبك كده، لان طبعا الافكار دي كلها هنحل بيها دلوقتي او كل البروبرتيز دي. طيب انا عايزك بقى تركز دلوقتي، هنشتغل بالبروبرتي، لان طبعا في الامتحان هيقول لك without using calculator، يعني من غير اصلا ما تستخدم الكالكوليتر. اتفضل يا سيدي. نمبر 1 هنا بيقول لك without using calculator، عايزك تحسب لي دي اللي هيتبع الكالكوليتر هديله، بلاش اقول عشان ما يزعلش، هضربك بالبوكس، هتلاقيني خارج لك كده من السكرين كده بالبوكس في مناخيرك.
هنا لوج 15 بلس لوج 6 ماينس لوج 10. اول حاجه في كوفيشنت يا ابني، لا 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 3 لا، الحمد لله نفس البيز. ابتسم بقى، يبقى لوج واحده بس. البلس اعمله تايمز، الماينس اعمله ديفايد. خلي بالك بقى من الحته دي. يبقى انت هتقول لي كده ببساطه، ادي 15 اهو، اكتب 15، دي بلس يبقى تايمز، اكتب 6، دي ماينس، ها بدل ما اقول ديفايدد اعمل تايمز واقلب دي 1 اوفر 10. ما هي اوفر 10 اهي، يبقى دي 15 تايمز 6 تايمز 1 اوفر 10. خلاص خلصت المساله، مش محتاجه بقى دوشه خالص. هتبقى دي لوج يا سيدي، اكتب هنا 3، اوعى تكتبها على الاله، اكتب دول بس على الاله. 15 تايمز 6 90، 90 اوفر 10 يبقى 9، ما تكتبهاش برضو على الاله. يبقى لوج البيس 3، ال 9 3 باور 2، خد البيس او الباور ده هات هنا كوفيشنت، يبقى 2 لوج 3 سيم اهو 3 3، يدينا 1، يبقى 2 باي 1 في زي ما قلنا في البروبرتيز تطلع ب 2. ولو انت طبعا استخدمت الكالكوليتر تدي لك نفس الانسر. ناخد فكره ثانيه هنا without using calculator برضو، عايز الدوشه دي، هل في coefficient ولا ما فيش؟ في coefficient هنا؟ لا هنا في، ارفع اللي ده فوق اعمله ريز، هنا ما فيش، هنا ما فيش. يبقى اكتب ري رايت ثاني، اكتب لوج، معلش يعني هنعطلك سنه، 100 بيس 5 ماينس لوج البيس 5، وتبقى دي 2 بس باور 3 ماينس لوج. خلاص بقى كمل بقى هنا 18 بيس 5، هنا طبعا دي بلس لوج البيس بتاعك و 36. اكتب لوج واحده بس البيس 5، هنا 100، هنا ماينس اعملها تايمز 1 اوفر 2 باور 3 اللي هي 8، بس كده خلاص اعملها بالمنظر ده وما تصدعش دماغك ابدا. في ماينس ثاني يبقى تايمز، يبقى 1 اوفر 18، هنا بلس يبقى تايمز 36. ممكن تعمل بقى سمبليفاي، دي مع دي تبقى دي 2، ودي مع دي تبقى 4، 100 على 4 يبقى 25 من غير آلة خالص اهو، يبقى لوج 25 بيس 5. ما خلصتش، يبقى لوج بص كده ادي 5، ال 25 دي اللي هي 5 باور 2، هات ال 2 هنا اعمل داون للباور. طب ما دي سيم سيم، يبقى 2 باي 1 هتطلع برضو معانا بكام؟ هتطلع معانا ب 2. نخش على فكره ثالثه، هنا لوج 3 اوفر 5 2. وانت بتقرا كده خليك عينيك جميله كده، نفس البيس نفس البيس نفس البيس، اخلص من الكوفيشنت ده. يبقى انت هتكتب لي هنا لوج والبيس 5، ودي 3 على 5، معلش يعني اكتب لي رايت ثاني، معلش لي رايت الجمله دي ثاني او يعني الخطوه دي، ادي 15 على 2 باور 2، عشان طبعا في كوفيشنت تعمله ريز، مش تعمل ريز على ال 15 على الفراكشن كله. ماينس لوج هتقول لي 5 اوفر 36، هنا 5، هنا بلس لوج برضو، هنا 5 على 243. اكتب لوج واحده بس، دي 3 على 5، دي بلس يبقى تايمز 15 اوفر 2 باور 2. خلي بالك بقى، ماينس اعمل تايمز، بدل ما تقول 1 اوفر اقلب دي، يبقى 36 على 5، بدل ما تكتب 1 اوفر 5 على 36 يبقى اقلبها، يبقى 36 على 5، تايمز تاني دي 5 على 243. بس احسب كل الدوشه دي، يعني اكتب لوج على الورقه بتاعتك واكتب لي كل ده على الاله، يطلع ب 5. طبعا لوج سيم سيم يديك في الاخر 1 زي ما اتفقنا. نمبر 4 هنا بيقول لك without using calculator، اتفضل حل دي. بص كده بعينيك، اولا دي كلها تايمز، مفيش رول للتايمز، امال اعمل ايه؟ بص كده 7 2 7 11 11 9 وبعدين 3 و 2 بيسلموا بعض. ما تعملها 2 لوج، يعني اكتب لنا لوج 7 ودي لوج 2، مش قلنا ممكن نعمل كده؟ باي هنا في لوج 11 على لوج 7، باي دي هتبقى لوج 9 على لوج 11، باي هنا هيبقى لوج 2 على لوج 3. بس كده انت طبقت البروبرتيز، خلاص خلصت. هتبص تلاقي ان لوج 7 دي اهي مع اختها، ولوج 11 مع اختها، ولوج 2 كمان مع اختها. مين فضل عندك؟ لوج 9، اكتب لي لوج 9. ما ال 9 دي خليها زي ما هي 3 باور 2، هات ال 2 هنا ودي لوج 3. بس كده خلاص خلصت المساله يا سيدي، شيل بقى اللوج ده مع اللوج ده، يتبقى 2. خلصت خلاص. هتقول لي يا مستر انت عملتها ازاي؟ بص يا حبيبي، لوج 9 ال 9 دي 3 باور 2، اعمل داون للباور، يبقى 2 لوج 3 على لوج 3 اللي هنا، شيل دي مع دي، يبقى عندك 2، يبقى انت كده خلصت. ولو كتبتها طبعا على الكالكوليتر لو انت عايز تعمل ميك شور ما عندناش مشكله. طيب هنا في بقى فراكشن زي اللي قدامك ده، بص البيست لاي دي فرونت، يبقى اتعامل بقى مع كل واحد لوحده. يعني دي تبقى دي لوج بيس 2، ال 243 دي اللي هي 3 باور 5 ماينس لوج
ادي بال3. ال 32 اللي هي 2 برضه باور 5، اعمل داون على طول. دي لوج يا ولاد، دي ال. دي 27 تبقى لوج 3 باور 3 والبيس 2. ودي لوج 8 اللي هي لوج 2 باور 3 والبيس 3. ممكن هنا بقى خد لي 5 كومن فاكتور، يبقى لوج 3 بيس 2، وهنا لوج 2 بيس 3. خد ال 3 من هنا كومن، يبقى هنا كومن فاكتور، يبقى هنا لوج 3 بيس 2 ماينس لوج 2 بيس 3. بص الجمال، هتلاقي طبعا ده هو ده، يبقى معاك عندك هنا 5 اوفر 3، يبقى انت كده خلصت سؤال. طبعا كل ده انت بتشتغل من غير الكالكوليتر، لانك لو اشتغلت بالكالكوليتر حضرتك هتتفقس. بروف ذات. هنا بيقول لك، انا اسف، دي طبعا without using calculator، دي بروف ذات يا اولاد، عايزين نثبت ان ده قد ده. طيب اولا انا هبدا بالليفت هاند سايد، هنا في كو اوف، اكتب لوج واحده عشان هم كلهم نفس البيز اصلا. دي تبقى 5 باور 3 بدل ما تكتبها 100 مره، في بلس يبقى تايمز، يبقى دي 6 باور 2. دي ماينس تبقى تايمز 1 اوفر، اقلب ال 9 يبقى 1 اوفر 9. دي تايمز 0.2. يبقى انت كل اللي هتكتبه على الاله اكتب بس الاوبريشن لو سمحت. هتكتب لي الاوبر، يعني هتبقى دي اللوج اهو، لوج دي كلها على بعضها كده تبقى 100. خلي بالك لوج 100 ب 2. هتقول لي جت منين؟ لان ال 100 دي اللي هي 10 باور 2. يعني انا عايز بس اديك حاجه كده على جنب. يعني لوج 100 اهو، دي كانها 10 باور 2، فهتبقى 2 لوج 10، والبيس طبعا 10، ما هم زي بعض يديك 2. فمش كل مره بقى تعمل الدوشه دي، لا، تقول لي لوج 100 ب2 عدد الزيروز. يعني لما اقول لك لوج 10 في كام زيرو هنا؟ 1، يبقى 1. لما اقول لك لوج 1000 في كام زيرو هنا؟ يبقى 3. اما اقول لك لوج 10000 يبقى 4 and so on. ده الليفت هاند سايد. طب تعالى نجيب كده الرايت هاند سايد. دي لوج 25 بس 25، دي 5 باور 2. طب ما دي زي دي، يبقى 2 تايمز 1 هتبقى 2. يبقى كده الليفت هاند سايد ايكوالز الرايت هاند سايد. ادي مساله واحده كمان بروف برضه، اثبت لي ان ده هو ده. ابدا بالليفت هاند سايد واكتب الفراكشن ده بالراحه كده، لوج واحده بس. هنا 30 اكتب 30، دي ماينس اكتب تايمز 1 على 6 عشان دي ماينس. هنا في بلس يبقى تايمز 5. لوج واحده دي تبقى 12 تايمز دي 1 على 3، وطبعا دي 25. بالاله بقى هتبقى دي لوج واحده بس. طبعا ال 6 مع 30 هتبقى 5 في 5 يبقى لوج 25. وطبعا ال 3 تبقى دي لوج 100. كلنا عارفين لوج 100 في 2 زيروز هنا، يبقى لوج 100 ب 2، يبقى هنا في 2. وتبقى دي لوج، خلي بالك بقى، 5 باور 2، تجيب ال 2 هنا، تروح ال 2 مع ال 2 يبقى لوج 5 بس. ادي نمبر 1 اللي هو الليفت هاند سايد. تعالى بقى نشتغل الرايت هاند سايد، وعايز عينيك وسط راسك. اللي هيشتغل بالاله بكرر تاني مش هتاخد درجه، هتاخد في سنانك، خلي بالك. هنا 1 ماينس لوج 2، ايه ال 1 ده بقى؟ ما هو انا لو قلت لك لوج 10 هتقول لي 1، يبقى لما اجيبها لك 1 اكتب لي لوج 10. يعني لو جبتها لك 2 اكتب لي لوج 100. لو جبت لك 1 يعني 3 يبقى لوج 1000، دي ماينس لوج 2. طب ما انا هكتب لوج واحده، الماينس يبقى ديفايد، يبقى 10 على 2 اللي هي لوج 5. بص الجمال، يبقى فروم 1 و 2 يبقى الليفت هاند سايد ايكوالز الرايت هاند سايد. ادي فكره كمان من الافكار اللي موجوده عندنا في المنهج. بص يا سيدي، طبعا دي بقى يعني المسائل اللي هي لما بيحب يجيب فكره يشوفك فاهم ولا حافظ. هنا بيقول لك لوج 7 بيس 3 تقريبا 1.771 من غير الكالكوليتر طبعا، اتفضل هات لي لوج 21 بيس 3. تقوم تقول لي انت كده، ادي نمبر 1 هتبقى دي لوج البيس 3، ال 21 دي اللي هي 3 باي 7، وبعدين تعملها 2 لوج، تبقى دي لوج 3 بيس 3 بلس لوج 7 بيس 3. طبعا لوج 3 بيس 3 ب 1، ولوج 7 بيس 3 ما هو مديها لك اهو ب 1.771. اجمع يا سيدي يبقى 2.771، خلصت كمان واحدة. هنا لوج 63 بيس 3، اتعامل بقى ال 63 دي اللي هي ايه باي ايه؟ هتقول لي 7 باي 9 صح؟ هتقول لي اهو، هتبقى دي لوج اهو 9 باي 7، وتحط البيز هنا اعملها 2، يبقى دي لوج 9 بلس لوج 7 والبيز 3. طبعا ال 9 دي اللي هي 3 باور 2، يبقى لوج 3 باور 2، هات ال 2 هنا وهنا 3 طبعا.
وطبعا دي اللي هو مديها لك ب 1.771، دي بقت ب 2، وهنا 1.771 يبقى 3.771. يبقى ادي فكرة كمان. الفكرة اللي بعد كده نمبر 3، لوج 7 اوفر 9. طب ما لوج 7 اوفر 9 ده اللي هو لوج 7 ماينس لوج 9 والبيس طبعا 3. طب ما لوج 7 بيس 3 قدامك 1.771، طبعا دي لوج 9، ال 9 دي 3 باور 2، انزل بال 2 هنا وتقول لي لوج 3 بيس 3 سيم، يبقى 1.771 ماينس 2 من غير آلة ومن غير أي حاجة، يبقى نيجاتيف 0.229. آدي فكرة كمان. معلش حلقة النهاردة طويلة شوية، استحملوني معلش. برضو هنا عايز الفاليو لده برضو without using calculator. انت اول حاجة طبعا هتثبت اللوج زي ما هي، وادي 7 روت ال 32 اللي هي 2 باور 5، وبعدين تكتب لي لوج برضو البيس 2 هتبقى دي 2 باور 7 على 5. طب ما تعمل دروب يبقى دي 7 اوفر 5 لوج 2 بيس 2. طب ما دي ب 1 يبقى تطلع معاك ب 7 اوفر 5. كمان واحدة هنا 1 اوفر لوج اكس اكس واي زد بلس 1 اوفر لوج واي اكس واي زد بلس 1 اوفر لوج زد اكس واي زد، دي تطلع بايه؟ طيب ما هو طبعا الديفرنت هنا موجود في البيس، دي مشكله. طب ما انا عارف ان 1 اوفر، بنجيب المالتيبليكيتيف انفرس ازاي؟ ما هي دي كانها لوج، اعمل اكس تشينج لدول، طلع الاكس هنا حط الاكس واي زد هنا بلس، دي برضه اعمل المالتيبليكيتيف انفرس يعني لوج، بدل بقى حط لي الواي هنا اكس واي زد هنا بلس لوج ثالثه هنا برضه حط لي زد هنا اكس واي زد. بص الجمال، بص الجمال، انت كده بقى كلهم سيم بيس اهو خلاص، وكلهم بلس، يبقى اكس في واي في زد اضربهم في بعض. طب ما الاثنين سيم سيم، يبقى الكلام ده يطلع ب 1 من غير ما تفكر. طيب في عندي بقى افكار مهمه جدا، الافكار اللي حلقه النهارده يا جماعه ما ينفعش تفوت فيها جزء يا ابني، كل الافكار دي مختلفه عن بعض، يعني ما فيش تكرار النهارده. انا لما اقول لك اتفضل حل دي 5 بار اكس ايكوال 17، تعالى بقى نحل مع بعض ونتناقش بقى للصبح. هو انا لما اقول لك 5 باور اكس ب 25 كنت بتقول لي يا مستر ال 25 ايه اللي انت جايبه لعب العيال ده، 5 باور 2 خلاص الاكس ب 2. خلاص يا وحش انا مش عايزك تزعل، اتفضل 5 باور اكس ب 17 حل بقى. هنا بقى نبدا نفكر كويس، مستحيل تقدر تعمل ال 17 5 باور حاجه، مش ممكن والله يا ابني. اقعد من هنا للسنه الجايه لو وصلت قول لي يا مستر انا وصلت، امال اعمل ايه؟ ادام ما اعرفش احط ده على الفورم دي، خد لوج شمال لوج يمين، يعني 5 باور اكس ايكوالز 17، امال تعمل ايه؟ وليه باخد اللوج؟ هي الاكس دي لو نزلت تحت هنا مش تتحل؟ اه طبعا. ايه اللي مطلعها فوق؟ فوق الشجره هنا كده، نزلها لي تحت. مين اللي يعمل داون للباور؟ اللوج. عشان كده انا باخد لوج شمال لوج يمين، انا مش عايزك حافظ، انا عايزك فاهم. يبقى انا خدت اللوج ليه؟ عشان اعمل دروب للاكس دي. تقوم تبقى دي اكس لوج 5، خلاص اتحلت، ايكوالز لوج 17، خلصت. طب ما تودي لوج 5 بالديفايد، يبقى الاكس تقول لي لوج 17 هنا على لوج 5 هنا، كلنا معانا الكالكوليتر. اكتب كل الكلام ده يطلع تقريبا تقريبا يطلع 1.76، ارقام كتير 1.76، في ارقام كتير قوي. سيب الارقام الكتير دي تمام كده. طيب دوس كده اي سي، اكتب 5 باور الانسر وال ايكوالز يطلع 17، مستحيل يطلع 17 بوينت، مستحيل. دوس اي سي بعد ما طلعت الديسيمال نمبر الضخم اللي هنا، اكتب 5 باور انسر، في كلمه انسر جنب الايكوالز كده، قول ايكوالز بعد ما تكتب الانسر، هتطلع معاك 17 دايركت، يبقى خلاص خلصت. كمان واحده زي دي كده، 2 باور اكس ماينس 7 اهي، او 2 باور اكس ماينس 1 ايكوالز 7. عايزين نحل دي، هل حضرتك تقدر تعمل ال 7 دي 2 باور حاجه؟ اكيد لا. انا عايز انزل دي تحت، يبقى تاخد لي لوج شمال لوج يمين بس كده. ليه خدت اللوج؟ عشان اعمل داون هنا، هتبقى دي اكس ماينس 1 في براكت الله يرضى عليك لوج 2، وتبقى دي لوج 7. تمام الكلام؟ تمام الكلام. وبعدين واحد يقول لي يا مستر اضرب دي في دي، اضرب يا سيدي، يبقى دي اكس لوج 2 اهي،
ماينس ال1 في لوج 2 بلوج 2 الكلام ده بلوج 7، وبعدين حلها عادي طلع دي بره، يبقى اكس لوج 2 هتبقى ايكوال، طلع لوج 2 بره خلاص بلس لوج 7، يبقى الاكس عندك اللي بره على اللي جوه، مين اللي بره؟ لوج 2 بلس لوج 7، مين اللي جوه؟ اللي هو لوج 2. معاك الآلة؟ احسب بقى الكلام ده، يعني تقريبا يطلع ب 3.81، ارقام كتير. اكتب 2 باور الانسر ماينس 1 تطلع ب 7، زي الكتاب ما قال، مستحيل تطلع رقم غير ده، ولو طلعت يبقى المشكله عندنا احنا مش عند الكالكوليتر، خلي بالك. طب نمبر 12 بيقول لك 5 باور اكس بلس 1 ايكوالز 2 باور 4 اكس ماينس 3، ايه ده؟ الباور ديفرنت والبيز ديفرنت، يبقى لازم تنزل لي الباور ده تحت، يبقى تاخد لوج شمال لوج يمين، بالمره بقى نقول اكس بلس 1 ننزله تحت لوج 5 اهو. ايكوالز 4 اكس ماينس 3 بس لوج 2، وتعامل بقى. دخل اللوج على البراكت، يبقى دي اكس لوج 5 ودي 1 في لوج 5، تنزل زي ما هي. هنا 4 اكس لوج 2 ماينس 3 لوج 2، جميل. طب ما تجيب اللوج مع اللوج، يبقى دي عندك هنا لوج 5 اهي، ادي لوج 5، هتجيب بلس 3 لوج 2 وجمع الاكسات، ادي 4 اكس لوج 2 وهات اللوج او اكس لوج 5 هنا. حلو الكلام، خد من هنا اكس كومون، لما تاخد اكس كومون يبقى 4 لوج 2 ماينس لوج 5. طب انا عايز اجيب الاكس بس، يبقى اللي بره على اللي جوه، مين اللي بره؟ هنا لوج 5 بلس 3 لوج 2، ادي لوج 5 بلس 3 لوج 2، وهنا عندك 4 لوج 2 ماينس لوج 5، اظن معاك الكالكوليتر يعني تقريبا تطلع 3.17، يبقى انت كده طلعت الفاليو اوف اكس. فكره يا جماعه درس في منتهى القوه، هو مش صعب ولا حاجه، ولكن على مهلك وانت بتشتغل ما تجريش. طب سؤال زي ده كده، ادي 5 باور اكس ماينس 2 ايكوال 3 تايمز 4 باور اكس بلس 1، خد لوج شمال لوج يمين، يعني لوج اهو، ادي لوج 5 باور اكس ماينس 2، وهنا لوج بس براكت بقى 3 باي 4 باور اكس بلس 1. هنا بقى في مشكله هتقابلك صغيره قوي، اللي هو ايه؟ انك دي بلس هتحول او دي تايمز هتحولها لبلس، انزل بس باكس ماينس 2 هنا، وهنا لوج 5 ادي واحده، ده تايمز يتحول لبلس، يبقى دي لوج 3 بلس، انزل بقى باكس بلس 1 لوج 4، اعمل باي بقى، دخل اللوج هنا يبقى دي اكس لوج 5 ماينس ادي 2 لوج 5، هنا لوج 3، هنا دخل بقى اللوج يبقى دي اكس لوج 4 بلس لوج 4، هات الاكس جنب الاكس يبقى دي اكس لوج 5 ماينس اكس لوج 4، وثبت دي، ادي لوج 3 بلس لوج 4، وهات 2 لوج 5 هنا بالبوزيتيف، خد اكس من هنا كومن، هيتبقى لوج 5 ماينس لوج 4، الكلام ده انزل كل ده زي ما هو، يبقى الاكس اللي بره، مين اللي بره؟ كل اللي فوق ده اللي هو لوج 3 بلس لوج 4 بلس 2 لوج 5، مين اللي جوه؟ اللي هو لوج 5 ماينس لوج 4، ارمي كل دي على الكالكوليتر يعني 25.56، يبقى انت كده طلعت الفاليو اوف اكس. حل يا جماعه في منتهى الجمال، خد لوج شمال لوج يمين يلخص الموضوع كله. طب لما اقول لك 3 باور 2 اكس ماينس 14 تايم 3 باور اكس بلس 45، ايه ده؟ ما ده خدناها قبل كده، كنا بنعمل على طول فاكتورايزيشن، كلامك مظبوط، الكلام ده بزيرو، 3 باور اكس مره هنا ومره هنا، لما اعمل لهم باي يديني 3 باور 2 اكس. ال 45 دي اللي هي 5 باي 9، وطبعا اللاست بوست بيبقى الاثنين زي الميدل، مره 3 باور اكس ب 5 ومره 3 باور اكس ب 9، طب ما ال 9 3 باور 2 يبقى الاكس ب 2، ادي واحده. هنا بقى بقت ايه؟ ايوه برافو عليك. هنا بقى ناخد لوج شمال لوج يمين، يبقى دي اكس لوج 3 على طول بقى ايكوالز لوج 5، ده اللي كان ناقص، عشان كده ممكن يلم لك الشابتر ده كله في مسالتين ثلاثه. يبقى الاكس عندك اللي بره على اللي جوه، يبقى لوج 5 بره ولوج 3 هنا تحت في الدينومونيتور، احسب طبعا دي بقى بالكلك، يعني تقريبا تطلع 1.46 وهو ده الفاليو اوف اكس. طيب هنا بيقول لك لوج اكس سكوير ايكوالز لوج 4 بلس لوج 9، هنا بقى هندخل الدرسين في بعض اللي فات وبتاع النهارده. انا هكتب لوج اكس سكوير اهي، خلي بالك ده بلس، مفيش كوفيشنت ونفس البيس، يبقى لوج واحده، اضرب بقى ال 4 في 9 ب 36، لان البلس يحول اللوج يحوله الباي، شيل اللوج مع اللوج،
خلصت، يبقى الاكس باور 2 ب 36. ما تاخد الروت يبقى الاكس تطلع معاك بوزيتيف او نيجاتيف 6، ما عندناش مشكله، يبقى هو ده السوليوشن سيت، يبقى 6 ونيجاتيف 6، لانك لو حطيت نيجاتيف 6 باور 2 تطلع برده معاك ب 36، ما عندناش مشكله. طيب المساله كمان بيقول لك 2 لوج اكس ماينس اللوج ده بزيرو. خلي بالك لوج 1 بزيرو، يعني انا ممكن اقول دي لوج الاول اعمل ريز اكس باور 2 ودي لوج اكس بلس 2، الكلام ده ايكوالز. عايز تكتب زيرو مفيش مشكله، انا افضل اكتب لوج 1. ليه؟ لان لوج 1 بزيرو، اللوج هيحول دي لديفايد عشان دي ماينس، يعني اكس سكوير على اكس بلس 2، الكلام ده ايكوالز 1. اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن يا سيدي. طبعا لما تعمل كروس مالتيبليكيشن ايه اللي هيحصل؟ هتبقى عندك اكس باور 2 هتبقى ايكوالز اكس بلس 2. طب وبعدين؟ طب ما تدخل دي هنا، يبقى اكس سكوير ماينس اكس ماينس 2 بزيرو. اعمل فاكتورايزيشن، يبقى اكس ماينس 2 في اكس بلس 1، تطلع الاكس مره ب 2 وتطلع الاكس مره بنيجاتيف 1. ينفع يبقى عندك نيجاتيف هنا؟ اكيد لا ما ينفعش. امال تعمل ايه؟ يبقى ده ريفيوز، ما احنا قلنا لازم يكون ده اكبر من ال 1. هنا ينفع نيجاتيف 1 بلس 2 1 عادي، لكن ينفع نيجاتيف 1 هنا لا، يبقى الاكس عندك تبقى ب 2، يبقى السوليوشن ست هنا يبقى ست 2. خلي بالك عشان ده سؤال مهم جدا، الحاجات اللي بتترفض دي تخلي بالك مش كل حاجه تطلع معاك، يبقى هي دي السوليوشن ست. طب هنا لوج اكس بيس 2 وهنا لوج اكس ماينس 2 بيس 2، الكلام ده ايكوالز 3. طب يلا نحل دي مع بعض. اولا ده بلس ممكن يتحول لتايمز لان هم سيم بيس، يبقى اكس في اكس ماينس 2 اهو، الكلام ده ايكوال 3. وبعدين حول دي الباور ازاي؟ هيبقى اكس في ايه؟ طبعا اضرب دي الاول، يبقى اكس سكوير ماينس 2 اكس، يبقى ايكوالز 2 باور 3 زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت اللي هي ب 8. يبقى انا حولتها من لوجاريتميك 4 لاكسبوننشال، ايكويشن عاديه يعني. يبقى اكس في اكس ماينس 2 اهو ايكوالز 2 باور 3 ب 8. طب ما اجيب ال 8 هنا، يبقى اكس باور 2 ماينس 2 اكس ماينس 8 ب 0. اعمل فاكتورايزيشن، يبقى اكس ماينس 4 اكس بلس 2، الكلام ده بزيرو، هيبقى الاكس طبعا مره 4 وتبقى الاكس بنيجاتيف 2. ايه ده نيجاتيف 2؟ ما تنفعش نحط نيجاتيف هنا، يبقى السوليوشن ست هتبقى 4 بس. يا رب تكون وضحت. مساله كمان هنا بيقول لك لوج اكس بلس لوج اكس بلس 2 ايكوال لوج اكس بلس 6. الموضوع هنا بقى سهل، ليه؟ كلهم نفس البيز، خد لوج واحده اضرب دول في بعض، اكس في اكس بلس 2 ايكوالز لوج اكس بلس 6. في اليمينيشن هنا، شيل اللوج مع اللوج، اكس في اكس باكس سكوير، ال2 في الاكس ب 2 اكس، الكلام ده باكس بلس 6. ظبط بقى دنيتك، ادي اكس سكوير 2 اكس ماينس اكس يبقى اكس ماينس 6 ب 0. اعمل بقى فاكتورايزيشن، تطلع الاكس مره بنيجاتيف 3 والاكس ب 2 او بالكالكوليتر. ينفع تكتب نيجاتيف 3 هنا؟ اكيد لا، يبقى سوليوشن ست قول لي ست 2. خلي بالك من الدومين يا باشمهندس. هنا المره دي بقى مدي لك كيوبيك روت ولا تفرق، نفس البيز يبقى لوج واحده وكيوبيك روت واحد وتضربهم في بعض. هنا 2 اكس ماينس 1 وهنا في اكس ماينس 2. هنا في 1، ال 1 ده قلنا اللي هو لوج 10، يبقى دي كانها لوج واحده بس، اعمل 30 على 10 تبقى 3، شيل اللوج ده مع اللوج ده، يبقى ده بقى ب 3. طب روت كام ب 3؟ هتقول لي روت 9. اهو اكتب يا سيدي، اهو ده كيوبيك روت، يبقى كيوبيك روت، اسف اهو، يبقى 2 اكس ماينس 1 في اكس ماينس 2، الكلام ده ايكوالز 3. اعمل باور 3 للبوث، هنا باور 3 وهنا باور 3 اهو، عشان اتخلص من الباور ده اهو، ده راح مع ده. اضرب بقى دول في بعض، اضرب دول في بعض، يعني 2 اكس في اكس ب 2 اكس سكوير، النيجاتيف 2 في نيجاتيف 1 ب 2، هنا المينز والاكستريمز، نيجاتيف 4 ونيجاتيف 1، نيجاتيف 5 اكس. طبعا 3 باور 3 ب 27، هاتها بالنيجاتيف هنا، الكلام ده ايكوالز 0. هتبقى دي 2 اكس سكوير ماينس 5 اكس ماينس 25 بزيرو. اعمل فاكتورايزيشن، تطلع الاكس معاك بنيجاتيف 5 اوفر 2 مره والاكس ب 5 مره. طب ما ينفعش نيجاتيف 5 اوفر 2؟ اكيد طبعا، لانك لو عوضت بنيجاتيف 5 اوفر 2 يطلع لوج نيجاتيف هنا، فبالتالي ده ريفيوزد، يبقى السوليوشن ست هتقولي طبعا في الاخر ست 5. ادي فكره كمان. افكار كتيره جدا النهارده على اللوج يا ولاد. السؤال ده جه في امتحان قبل كده لما كانت تانية سنة، ودي شهادة، دي في امتحان شهادة عندنا امتحان جمهورية مصر العربية. ده سؤال مهم جدا ولخبط ناس كتير للأسف وهم عارفين الحل. هنا بيقول لك لوج 49، طب
طيب هنا مديك لوج 49، دي لوج 7 باور 2، دي لوج 0.07. في البدايه لوج 49 دي اللي هي كانها لوج 7 باور 2، وبعدين دي اللي هي لوج 7 اول باور 2. هل ينفع اعمل دروب للباور؟ مستحيل. انت بتعمل يا ابني دروب للباور لو الباور عن نمبر مش على اللوج، ده معناه ان اللوج ده مضروب في نفسه مرتين، لوج 7 في لوج 7. طب دي كانها لوج 7 اوفر 100، يعني ممكن اكتبها لوج 7 ماينس لوج 100. الكلام ده اللي هو لوج اكس، دي 0.07 اللي هي 7 على 100، يبقى لوج 7 ماينس لوج 100 اهو. خد من هنا اللوج 7 كومن فاكتور، لما اخد لوج 7 يتبقى 2، لما اخد لوج 7 يتبقى لوج 7 لان هم 2، لوج 7 باور 2. دي لوج 7 تنزل زي ما هي، لوج 7 ادي لوج 7 اهو ماينس دي 100، لوج 100 ب 2 قلنا عد الزيروز يبقى 2. ايه الكلام ده؟ ايكوالز لوج اكس. هنا بقى في حته فنيه كده، 3 ماينس 2 على 2 ماينس 3 هم عكس بعض يديك نيجاتيف 1، زي اكس ماينس واي على واي ماينس اكس. طب ما دي 2 ماينس لوج ولوج ماينس 2، طب ما هي على بعضها كده تديك نيجاتيف، فالنيجاتيف ينزل قبلها، يبقى دي نيجاتيف اهو نيجاتيف لوج 7 ايكوالز لوج اكس. اوعى تقول لي الاكس بنيجاتيف 7، اشيل اللوج مع غلط، اعمل ريز لده، يبقى دي لوج 7 باور نيجاتيف 1 ايكوالز لوج اكس، شيل بقى اللوج مع اللوج، دي راحت مع دي، يبقى 7 باور نيجاتيف 1 اللي هي 1 على 7، يبقى الاكس يطلع ب 1 اوفر 7. يبقى السوليوشن ست، هتقول لي ست اوف 1 اوفر 7، خلي بالك ده سؤال جه قبل كده في امتحان مصر قبل كده. افكار كتيره جدا على موضوع اللوج، عامل زي الليمتس كده ما بتخلص. بص لسه في افكار تانية. هنا بيقول لك عايز السوليوشن ست، انت لو ركزت كويس في المنظر اللي قدامك هتلاقي نفس البيس 3 و3، خلاص اعمل فراكشن بار بقى، ده ماينس يبقى ديفايد، يبقى اكس باور 2 ماينس 3 اكس بلس 2، الكلام ده على اكس ماينس 2، خلاص وحط لوج واحده البيس 3، الكلام ده ايكوال طبعا ال 49 7 باور 2، يبقى 7 باور 2 هنا والبيس 7 هنا هتبقى لوج. ممكن اعمل سمبليفاي بقى هنا، فاكتورايزيشن بقى، دي اللي هي اكس ماينس 2 في اكس ماينس 1 على اكس ماينس 2، الكلام ده شيل بقى اللوج مع اللوج، خلي بالك اعمل سمبليفاي هنا، او طبعا نفس البيز يبقى 2، شيل الاكس ماينس 2 مع الاكس ماينس 2، يبقى لوج اكس ماينس 1 بال 3 ب 2، حول دي بقى الباور. يبقى انت هتقول لي هنا اكس ماينس 1 ده ايكوالز 3 باور 2، طبعا 3 باور 2 اللي هي ب 9، يعني الاكس هتبقى ب 10، يبقى السوليوشن ست، هتقول لي طبعا ست 10 او ست اوف 10. نمبر 20 اكس باور لوج اكس، خلي بالك من الافكار دي، يديك 10. هنا طبعا انا عايز انزل الاكس تحت، يبقى تاخد لوج شمال لوج يمين، يعني تقول لي لوج اكس باور لوج اكس ايكوالز لوج 10، كلنا عارفين لوج 10 ب 1. طب وبعدين؟ انزل باللوج، يبقى لوج اكس في لوج اكس، دي اللوج اللي كانت في الباور، عملت داون هنا اهو ايكوالز 1، هتبقى دي لوج اكس اول باور 2 لوج في لوج، لوج اكس اول باور 2 ب 1، خد الروت، يبقى لوج اكس يطلع بوزيتيف ونيجاتيف 1. يبقى انا عندي حلين، مره لوج اكس ب 1 ومره لوج اكس بنيجاتيف 1. لوج مين ب 1؟ هنا كأن في 10 زي ما اتفقنا، يبقى الاكس هنا ايكوالز 10 باور 1 يعني 10، وهنا الاكس هتبقى 10 باور نيجاتيف 1 يعني 1 اوفر 10. يبقى السوليوشن ست بتاعتك هتقول لي مره 10 ومره 1 اوفر 10، انت كده خلصت خلاص. نخش على نمبر 21، لوج اكس بيس 2 ايكوالز لوج 4 او لوج 25 بيس 4. ممكن تعملها 2 لوج، ما تغيرش اللوج مع اللوج لان ديفرنت بيز، اعملها لوج اكس على لوج 2 ودي لوج 25 على لوج 4. خلي بالك ان لوج 4 ال 4 دي 2 باور 2، يعني ممكن وبرده هنا ممكن اقول دي 5 باور 2، يعني تبقى دي لوج 5 باور 2 ودي لوج هتبقى 2 باور 2، هنا شيل ال 2 مع 2. يعني انا اقدر هنا اعمل ايه؟ بص كده معايا، اقدر اشيل ال 2 دي اللي فوق في النوميريتور مع 2 اللي هنا، واللوج دي مع اللوج دي، خلاص بقيت انت عندك لوج اكس ايكوال لوج 5، بقت سهله خالص.
هيبقى الاكس بتاعتك ب5 بالاليمينيشن طبعا، شيل اللوج مع اللوج، يبقى السوليوشن سيت طبعا تقول هنا سيت 5. افكار كتيره جدا، يا رب يا جماعه يكون الموضوع بقى سهل وكل الافكار مختلفه زي ما انتم شايفين، ما فيش فكره زي التانية. يعني مثلا دي ادي لوج اكس بيس 3 تايمز لوج اكس بيس 9، الكلام ده ب2. هنا هتفكر ازاي؟ انا ممكن اسيب لوج اكس بيس 3 دي زي ما هي، هنا تايمز، ايه رايك اعمل 2 لوج هنا؟ هتبقى دي لوج، بص كده اكس بيس طبعا لوج اكس على لوج 9 زي ما اتفقنا، الكلام ده ب2. وقلت لك ساعتها انت من حقك تحط البيز زي ما انت عايز حسب اللي يخدم سؤالك، يعني البيز هنا 3 ممكن اكتب هنا 3 وهنا 3، بس كده. كده الموضوع بالنسبه لي يبقى سهل قوي. طبعا لوج اكس في لوج اكس تبقى دي لوج، هم نفس البيز بقى، ما انا وحدت البيز اهو، يبقى دي لوج باور 2 ايكوالز، اضرب ال2 بقى في اللوج دي، دي لوج ال9 3 باور 2 وخد البيز زي ما هو، طبعا ده راح مع ده هيبقى 4. خد الروت بقى هنا، هنا لما تاخد الروت تبقى لوج اكس بيس 3 ايكوالز بوزيتيف اور نيجاتيف 2، يبقى عندك حلين، مره لوج اكس بيس 3 مره ب2 ومره لوج اكس بيس 3 مره بنيجاتيف 2. هات الاكس هنا والاكس هنا، هنا الاكس يبقى 3 باور 2 ب9، هنا الاكس يبقى 3 باور نيجاتيف 2 ب1 اوفر 9، يبقى اور سوليوشن تقول لي 9 و1 اوفر 9، يبقى انت كده خلصت مسالتك خلاص. لسه في تاني زي ما تحب والله، مش عايزك تزهق، معلش معلش. هنا لوج اكس بيس 4 بلس لوج 4 بيس اكس ب2، هم عكس بعض، ادام هم عكس بعض يبقى بدل واحده من الاثنين، فانا ممكن اكتب لوج اكس بيس 4 بلس اكتب دي 1 اوفر لوج وابدلها بقى، يبقى هنا اكس بيس 4 ملتيبليكيتيف انفرس ب2. اضرب في لوج، اضرب كده في لوج اكس بيس 4 عشان تبقى دي لوج اكس بيس 4 بس باور 2، هنا اللوج راح مع اللوج يبقى 1 وتبقى دي 2 لوج اكس بيس 4. طب ما تجيب دي هنا، يبقى دي لوج اكس بيس 4 باور 2 ماينس 2 لوج اكس بيس 4 بلس 1 ب 0. هتعمل فاكتورايزيشن بالراحه هنا، او ده بيرفكت سكوير، هو نفس البراكت اللي هنا هيبقى موجود هنا، هيبقى لوج اكس بيس 4 هنا وهنا، وال1 طبعا 1 في 1 والاثنين نيجاتيف لان اللاست بوزيتيف الاثنين زي الميدل، يبقى مره واحده كفايه بس، يبقى لوج اكس بيس 4 ب1، يبقى الاكس عندك 4 باور 1 تبقى 4، وهو ده السوليوشن سيت طبعا، يبقى سيت 4. ممكن تعمل فيريفاي لو عوضت بال4 هتلاقيها طبعا طالعه ب2، يبقى ده السوليوشن سيت عندك هنا. طب نمبر 24 هنا بيقول لك لوج 49 في لوج 8 ايكوالز لوج 343 في لوج اكس باور 3، هتحل دي ازاي؟ طبعا يعني عايزك بقى طول بالك قوي في الافكار اللي زي دي. انا عايز الاكس، فانا ممكن اجيب هنا بالديفايد، انت واخد بالك انا هعمل ايه؟ يعني انا هقول كده ادي لوج اهو، طبعا ال 49 دي 7 باور 2 اهو بالراحه كده، هات 2 هنا، وطبعا دي هتبقى خلي بالك روت 8، ال 8 دي ليها 2 باور 3، خليها يا سيدي دلوقتي تايمز ادي لوج 8 اهو، او روت 8 الاول اهو، الكلام ده اوفر، هدي بس بالديفايد، يبقى لوج هنا 343 اللي هي 7 باور 3، الكلام ده ايكوالز لوج اكس باور 3، بس كده. هنا بقى انا هعمل ايه؟ هنا بقى هقوم مطير اللوج الجميل ده مع اللوج الجميل ده، جميل. تعالى بقى نعمل روت ال 8 دي اللي هي 2 على 3 او 2 باور 3 الاول، يبقى دي كانها 2 باور 3 على 2، يبقى دي هتبقى 2 طبعا، دي هنا في لوج هبقى انت عندك دي روت 8 خلاص احنا جبناها اللي هي 2 باور 3 على 2، هتبقى دي تايمز ادي لوج، هنحط هنا 2 وننزل 3 على 2 هنا، الكلام ده على 3، الكلام ده ايكوالز لوج اكس باور 3، وبعدين شيل ال 2 دي مع ال 2 دي وال 3 دي مع ال 3 دي هنا، يبقى لوج 2 هنا هتبقى ايكوالز لوج اكس باور 3، وبعدين شيل اللوج مع اللوج يبقى اكس باور 3 ب 2، خد الكيوبك روت يبقى الاكس بكيوبك روت 2، هو ده السوليوشن ست يا سيدي، يبقى كيوبك روت 2. معلش يا جماعه كنت بسرع الريتم شويه لان الافكار زي ما انتم شايفين كده كتير قوي، وانا مش عايزك يبقى في فكره تايهه من دماغك. طب هنا بيقول لك لوج اكس بلس 1 في لوج اكس على 10 ايكوالز 3، هتحل دي ازاي؟ طبعا دي هتخليها ماينس، يعني خلي دي لوج اكس بلس 1 خليك كده لماح، وتبقى دي لوج اكس ماينس لوج 10، ما لوج 10 ب 1 الكلام ده ايكوال 3. طبعا ده ديفرنس بتوين تو سكويرز، اضرب الاولى في الاولى ماينس الثانيه في الثانيه، يبقى لوج اكس في لوج اكس يبقى لوج اكس اول باور 2 ماينس 1 ب 3، طب ما اطلع ال 1 بره، يبقى لوج اكس اول باور 2 هتبقى 4،
خد الروت يبقى لوج اكس بس هتبقى بوزيتيف اون نيجاتيف 2. يبقى انت عندك مره حلين بقى، مره تقول لي لوج اكس ب 2 ومره تقول لي لوج اكس بنيجاتيف 2. هنا الاكس هتبقى طبعا البيس 10، يبقى 10 باور 2 يبقى 100. هنا طبعا 10 يبقى الاكس هنا 10 باور نيجاتيف 2 اللي هي هتبقى 0.01. يبقى اور سوليوشن هتقول لي مره 100 ومره 0.01. يبقى انت كده خلصت سؤالك خلاص. في 27 يا مستر؟ ايوه يا سيدي في 27. لما اقول لك لوج اكس سكوير ايكوال لوج اكس اول باور 2، هنا انت ممكن تعمل داون لده، يبقى ده 2 لوج اكس، وتبقى دي زي ما هي اللوج اكس اول باور 2. ما تنفعش طبعا تعمل داون لان الباور على اللوج كله، اوعى تطير لوج مع لوج، لا ده انت تجيب دي هنا. يبقى لوج اكس اول باور 2 ماينس 2 لوج اكس، الكلام ده بزيرو. ممكن تاخد بقى لوج اكس كومن فاكتور، يبقى هنا لوج اكس واحده لانها باور 2، وطبعا انت خدت اللوج يبقى 2 الكلام ده بزيرو. مره لوج اكس بزيرو ومره لوج اكس يبقى ب 2، وبعدين طبعا كان في 10 ولوج كان بزيرو، مش قلنا لوج 1، يبقى الاكس ب 1. وهنا الاكس هتبقى 10 باور 2 يبقى 100. يبقى السوليوشن سيت هتقول لي مره 1 ومره هيبقى طبعا 100. هنا لوج اكس ماينس لوج اكس او لوج 100 بيز اكس ب 1. طيب هنفكر هنا ازاي؟ المشكله هنا لو لوج 100 كانت تبقى 2، لكن هنا بص يا سيدي، اولا دي هتبقى لوج اكس، ال 100 دي اللي هي هتبقى، انت ممكن تبقى خلي بالك تخليها لوج 100 على لوج اكس وتضرب في لوج اكس وتخلص. يعني ممكن اخليها لوج 100 كده، لوج 100 على لوج اكس، الكلام ده ايكوالز 1 بس، اضرب في لوج اكس هتبقى دي لوج اكس اول باور 2، وطبعا دي راحت خلاص، لوج 100 ب 2 ايكوالز لوج اكس. ممكن تجيب لوج اكس هنا، يبقى دي لوج اكس اول باور 2 طبعا ماينس لوج اكس ماينس 2 بزيرو. اعمل فاكتورايزيشن، هتبقى دي لوج اكس ماينس 2 في لوج اكس بلس 1، الكلام ده بزيرو. مره تبقى لوج اكس ب 2 ومره تبقى لوج اكس بنيجاتيف 1. هنا تبقى الاكس بتاعتك ب 10 باور 2 يعني 100، هنا الاكس بتاعتك 10 باور نيجاتيف 1 يعني 0.1. يبقى اور سوليوشن، في كذا حل يا جماعه بس انا بختار لك دايما الاسهل. في ممكن واحد يحط دي 10 باور 2 وينزل التوب يتعامل، مفيش اي مشكله ابدا. كل الطرق تؤدي الى ايه؟ الى روما زي ما بنقول. دي افكار كتيره جدا على اللوجاريتميك فانكشن. انا عارف انكم انتوا زهقتوا معلش، بس عايز اديك الافكار كلها. المساله اللي قدامك دي هنا اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 8 اكس واي، اثبت لي ان 2 لوج اكس بلس واي ايكوالز 1 بلس لوج اكس بلس لوج واي. طب اثبت دي ازاي؟ دي لها اكتر من طريقه حل. انا امسك الليفت هاند سايد اللي هو مين؟ اللي هو 2 لوج اكس بلس واي. طب انت هتتصرف هنا ازاي؟ خلاص بمنتهى البساطه يا سيدي، انا هعمل اب هنا، هعمل ريز هنا لل 2 دي، هتبقى لوج اكس بلس واي باور 2، دي تتفك هتبقى لوج اكس، او سيبها زي ما هي، او عايز تفكها ماشي، يبقى اكس سكوير بلس 2 اكس واي بلس واي سكوير. طب وبعدين؟ بص يا سيدي، هنا بالنسبه لي انا هشتغل بعد كده هنا ان هاخد الجيفن ده اعوض بيه هنا. يعني هو اصلا بيقول لك اكس سكوير بلس واي سكوير اساسا ب 8 اكس واي، فانا هشيل دي على بعضها واحط هنا مكانها 8 اكس واي، وهنا في 2 اكس واي يبقى لوج 10 اكس واي. لوج 10 اكس واي دي ممكن تتفك، يعني ممكن افكها اصلا، يعني ممكن اخليها لوج 10 اهو، لوج 10 بلس لوج اكس بلس لوج واي، ولوج 10 ده اصلا ب 1 بقت 1 بلس لوج اكس بلس لوج واي، خلصت كده. يبقى انت وصلت للرايت هاند سايد، ده حل. في حل تاني انك تاخد ده توصله لده، يعني ال 1 ده لوج 10 ونزل لوج اكس ولوج واي كلهم بلس، يبقى لوج واحده 10 اكس واي. يبقى انت عندك الليفت قد الرايت. ادي يا سيدي حلين، حل باللي يعجبك. طب هنا بقى دي تشوز لوج اكس بال 3 بلس لوج 3 بس اكس ايكوال 2، يا ترى الاكس بكام؟ هتعوض بالتشويسز. او الاسرع خلي دي لوج اكس بال 3، خلي دي ملتبليكيتيف انفرس دي 1 اوفر لوج اكس بال 3، اعمل اكس تشينجنج ريبليسنج دول ب 2. طبعا انت ممكن تضرب على طول في لوج وتخلص، يبقى دي لوج باور 3 او دي لوج اكس بال 3 باور 2، دي بقت 1 دي 2 لوج اكس بال 3. طب ما تجيب دي هنا بالنيجاتيف، اعمل فاكتورايزيشن، تطلع مره لوج اكس ب 1 كفايه، ما هم زي بعض، يبقى الاكس ب 3 باور 1 يبقى الاكس ب 3، يبقى انا هختار نمبر بي.
طب هنا مسألة، السؤال ده من المسائل يعني القوية قوي. أنا دخلت لك الانفرس في اللوج، هنا بيقول لك الاف اوف اكس اللي هو لوج 2 اكس بلس 4 والبيز ايه؟ الانفرس اف اوف 5 ب 14، يبقى الاب كام؟ طبعا هتقعد تدور مع دماغك يمين وشمال، خد الحل الجميل ده كده وادعي لي. هي لو الاف اوف 5 مش تبقى دي اكس ودي واي؟ اه. طب ما تقلب بقى، ما هو الانفرس يبقى واي واكس، يبقى دي الواي ودي الاكس، يبقى انت تحط مكان الواي 14، اسف، يبقى دي الواي ودي الاكس، بتحط مكان الواي 5 ومكان الاكس 14 زي ما اتفقنا. يبقى انت بمنتهى البساطه هتقول لي هنا، اه هتحط لي الاكس اهو، الاكس 14 والواي ب 5 زي ما قلت، حط هنا 5 وتبقى 2 تايمز 14 28 و4 يبقى 32. بس كده ال 32 ده هي ايه باور 5، خد الفيفث روت بقت الاي 2. يا سلام، تختار نمبر بي، حاجه في منتهى الجمال. طيب كمان واحده هنا بيقول لك لوج كوساين بلس لوج سيك ايكوال كام؟ الكوساين ده اللي هي 1 على سيك، او السيك 1 على كوساين، او تعملها الاثنين تايمز عشان دي بلس كوساين في سيك، خلاص خلصت. يبقى كوساين في 1 على كوساين، شيل دي مع دي تبقى لوج 1، ولوج 1 طبعا هيبقى بزيرو، حته ترج كده. طيب كده يا جماعه الحمد لله بفضل الله احنا خلصنا المنهج، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، اللهم لك الحمد والفضل والشكر. كل اللي انتم شايفينه قدامكم ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. يا رب يا جماعه يكون ربنا وفقني ان انا اشرح لكم منهج الالجبرا بطريقه مبسطه وطريقه سهله. عايزك بقى الحلقات كلها موجوده في البلاي ليست، اسمع الحلقات تاني، راجع منهجك كويس قبل ما تبدا حل امتحانات، وبعدين تبدا حل امتحانات ان شاء الله الموضوع هيبقى بسيط جدا معاك. اللهم لك الحمد، كده خلصنا المنهج، هنبدا ان شاء الله في الحلقات اللي جايه نعمل ريفيجن. تمنيات القلب لكم كلكم بالتوفيق، احبكم في الله، لا تنسوني من دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.